كريسب الألمانية وجمعية جوتور بشمال إفريقيا، وما ننسوش أيضا منظمة هينريش بول الألمانية، وبشراكة أيضا مع جمعية قادة الأمل اللي هي كاينة في تيزنيت. نظمنا هذه الأيام البارح واليوم 13 و14 أغشت 2016 ورشة ديال آليات المحاكاة الاجتماعية والسياسية. إذا هذه الورشة هي بحال لعبة اللي كيتجسد فيها الواقع اللي حنا كنعيشوه الان، خصوصا دابا قربوا الانتخابات، حاولنا نقربوا الشباب اللي هما شاركوا من جميع الاقليم ديال مدينه تيزنيت، حاولنا نقربوا لهم المشهد السياسي اللي فعلا اللي كنعيشوه، حاولنا نجسدوه ولكن بطريقه فعلا تكون ما تكونش قريبه للواقع ولكن وهميه، يعني اختارينا مدينه وهميه، مشكل وهمي، احزاب اللي هي وهميه في الاخير باش يكون عندنا واحد نعيشوا واحد الواقع اللي غيكون فيه مشكل وفي الاخير نلقاو ليه حل. اذا فعلا المدينه اللي تختارت في هذه الورشه هي مدينه جبل شمس اللي اصلا ما كايناش وفعلا فيه مشكل ديال الماء، يعني الشركه اللي تعطي لها التدبير اللي تعطي لها التفويض في مجال توزيع الماء والكهرباء لقات مشكل انه الناس نزلوا للشارع وكيعانيوا من مشكل ديال غلاء الفواتير، مشكل ايضا ديال انه كانقطاع متتالي ديال المياه، يعني خرجوا الناس للشارع، الاحزاب تحالفوا بيناتهم، كاينين جمعيات اللي هما ضد هذه الفكره ديال التدبير المفوض بحال جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان، وكاينين جمعيات اللي كيساندوا هذا التدبير المفوض كجمعيات ايكوسول اللي كتعتني بالبيئه والسياحه، يعني هذا كيكونوا اخذ ورد وصراعات وافكار كيتعطاو في هذه الورشه، يعني ورشه بور لا بروميير فوا كتدار في الجنوب ديال المغرب. فعلا المؤطرين ديال هذه الورشه كاين السي هشام ناصر، حسن بولهم، ومهدي عبد. فعلا هاد ثلاثه ديال الشباب اللي استفدوا من التكوين في مدينه الشاون في شهر فبراير او شهر يناير في مدينه الشاون، يعني استفدنا من التكوين ولينا متقفين نظراء وجينا نتقفوا الشباب ديال مدينه تيزنيت والاقليم، وهذه الورشه لقات نجاح وعطتنا انه واحد الفكره انه ان شاء الله غنظموها مره اخرى بعد شهر او شهرين هنا في المدينه، وغنديروا ورشه وطنيه وغيشاركوا فيها مجموعه من الناس في المملكه المغربيه. اذا ان شاء الله هذه الورشه حنا مقبلين ايضا على حدث اللي غيكون شهر شتنبر 3 في شهر شتنبر اللي غيكون حدث وطني اللي غيحضروا فيه الخبراء ديال المنظمات الثلاث والجمعيه ديال جودور، واللي غيحضروا فيها وغيكون يوم دراسي وغيتناقش في موضوع السياسه خصوصا مع اقتراب الانتخابات التشريعيه 7 اكتوبر ان شاء الله. وحنا حاولنا نساهموا بشكل قليل، واخا زعما نحاولنا ما نقصروش من جهدنا باش نعيشوا المشهد السياسي اللي حنا كنعيشوا الان، خصوصا في هاد الاونه اللي حنا كنشوفوا صراعات بين الاحزاب وتشوفوا مشاكل تيتعاشوا وشنو هو الحل اللي كيكونوا تحالفات، هذا هو اللي حاولنا نوصلوا للشباب. تقريبا عدد المشاركين وصل ل 18 مشارك، يعني في الاول كنا درنا واحد لابليكاسيون اللي باش يشارك يعمر واحد الاستماره، فعلا 60 واحد عمر الاستماره، حاولنا باللجنه اللي كدير لا سيليكسيون اختارت تقريبا 18 مشارك فيهم بنات وفيهم دراري في الاقليم، كاينين ناس في تيزنيت، كاين ناس اللي جاونا كاع من بعيد بحال من فيزاكار، يعني هذه الورشه لقات نجاح كبير وكاين الناس اللي باغيين يشاركوا ولكن ما لقاوش بلاصه، هذاك الشيء علاش فكرنا انه نديروا ورشه اخرى ان شاء الله واللي غتيح الجميع باش يشارك.